بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا شغلني موضوع الخروف الضال، فهسألكوا سؤالين. اول اللي فكرت فيه بس اللي احنا بنقوله ده يا جماعه، اتمنى اغلبكم خدام ودي مفرحاني نطلع منه بحاجه، يعني عاوز اقول مش كلام بس، لانه احنا عندنا مشكله حقيقيه في مصر وفي كل العالم، انه ده ميجور لوس دلوقتي في المرحله دي، ده حتى في مصر. خلي بالكم انا كنت في اجتماع كهنه كبير من قبل الكوفيد على طول، وبعدين برضو اونلاين، ولما بفتح الموضوع ده بسمع كلام حتى من كهنه كل الابرشيات بيدوا ارقام صعبه، يعني بقول لهم اعملوا لنا بالارقام، بنعمل كويستيونير يعني قول وات يو ثينك مثلا نسبه حضور الهاي سكول عندك، الاقي واحد كاتب 40% 30%، دي حاجه تخوف. فاهمين ازاي؟ بيكون في الهاي سكول مش بيجي غير من كل 10 يجي 4، وده مصر كمان. لا ده دي حاجة تخوف. اذا هي مشكلة حقيقية لازم نبقى واعيين بيها. اللي انا فكرت فيه يا جماعة، الاول رجعت للانجيل، ربنا يسوع حكى الحكاية البسيطة دي، كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطأ ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجدوا يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال، أقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توب. بداية ربنا يسوع نفسه كان أكتر واحد مركز مع الخروف الضال. المسيح ما كانش بيوعظ في الهيكل كتير، لكن كان في البحر، على البحر، وكان على الجبل. معنى كده بالبلدي كانت خدمته في الشارع أكتر من خدمته في الكنيسة. كان بيدور على العشارين والخطاة، واختار منهم تلاميذه، ما اختارش ولا تلميذ من المتدينين تقريباً. يبقى واضح ان ربنا يسوع فكرة اللي بره دول اكتر من اللي جوه شغلينه، وكانت خدمته غير تقليدية، عشان كده كتبوا الفريسيين ما عجبهمش طريقة المسيح. ليه؟ He's not classic, he's very unusual يعني. لانه يعني يقعد على البحر يوعظ، على الجبل يقعد يحكي كلام بسيط وحكايات بسيطة، بس هي دي الطريقة اللي جابت الناس اللي غير متدينة، اللي هم بنعتبرهم لايك لوست شيب، يعني اللي ما كانوش حابين يروحوا الهيكل ولا يقربوا من الكنيسه في زمن المسيح او في لغه المسيح. كمان ربنا يسوع كانت طريقته تبسيط شديد، يعني ايه؟ ما كانش في ملل، ما كانتش الناس مجبره ابدا انها تقعد قدامه. الناس كانت بتروح وراه وتقعد معاه بالساعات لانه طريقته جذابه. فالاتراكشن اساسي. لكن طول ما احنا بنزقهم على الحاجة that's a big failure. على فكرة في رأيي ده معناه sooner or later هيطلعوا، لكن لازم يكونوا هم عاوزين وفرحانين. واضح في منهج المسيح كمان انه كان بيدخل بيوت بلاك ليستد، يعني بيت زكا ده بلاك ليستد، بيت متى العشار دي بيوت الناس كانت بتقول عليها ازاي يعمل كده، ازاي يقعد مع الاشكال دي. فربنا يسوع كان خادم من بتوع اللوست شيب، كان مركز مع الناس البعيدة. تاني نقطة مهمة، كلمة أضاع واحدا، أضاع مين اللي ضيع؟ مين اللي ضاع؟ اللي ضيع هو الراعي. مين الراعي في الحالة دي؟ أنا وإنتو. يعني ما ينفعش أقول إن الولد بعد أو البنت بعدت أو الشباب مش لاقي نفسه، ما ينفعش هم يكونوا المسؤولين، المسؤولين احنا. احنا كبيرنتس وكهنة وخدام مسؤولين عن المشكلة. لأن ده اللي قاله المسيح، ما قالش إن الخروف ضاع، قال إن الراعي ضيعه. فعشان كده الراعي ما سكتش، ما نامش، ما روحش يرتاح. لأنه هنا he loses one of them. فهو اللي بيضيع. فلما نعترف ان احنا السبب، طريقتنا في التربية او في الخدمة او توزيع وقتنا او مشاكلنا مع بعض
طلع منها الخسارة دي، هنبتدي بقى نحل المشكلة ونقول لا دي حاجة تخوف، احنا هنتسأل عن عيالنا قدام ربنا. طبعا ده معناه ان الخروف الضال مش هيرجع لو ما كانش فيه سلام في الكنيسة، لو ما كانش فيه حب حقيقي. العيال دي أذكياء جدا وما بيضحكش عليهم، فمش هينفع نمثل على بعض، هم هياخدوا بالهم. لو بنحب بعض بجد هم عاوزين الحب ده، لو في ريل ريسبكت في الكنيسة هم هيجوا الكنيسة، لكن لو كانت الحكاية كلها تمثيلية هم التمثيلية اللي في الشارع أخف. نقطة كمان، تعبير قاله المسيح leave the 99، يترك دي معناها ايه؟ ان احنا we should reset the priorities، يعني لازم نراجع دلوقتي خدماتنا. احنا بنعمل حاجات كتيرة للناس اللي موجودة طول الوقت في الكنيسة، طب واللي مش موجودين في الكنيسة؟ دول اللي هنتسأل عليهم اكتر. طب اذا كانوا اللي مش موجودين اكتر من الموجودين، يبقى المفروض نركز على مش اللي موجودين بس. فهنا يقول يترك يعني ايه؟ خلاص مطمن على دول، هو ما فيش حد ما بيغلطش، بس هو مطمن ريلاتيفلي، هيفوكس على اللي ضايع. يبقى واضح ان احنا عاوزين نراجع شويه ترتيب اولوياتنا، ويبقى الوقت الاهم رايح للخروف الضال، الوقت الاهم رايح لللوست شيب، للشباب اللي احنا تعبانين منه، هو ده اللي المفروض ياخد وقتنا اكتر ودماغنا وقلبنا وصلواتنا. وده زي ما انتوا قلتوا ممكن يستاهل مننا تكريس، يعني لو قدرنا في يوم من الايام يبقى في ناس خدمتها الوحيدة الناس اللي بعدت عن ربنا، يا بختهم دول يبقوا اشطر ناس بصراحة. يا ريت يطلع لنا فريق كده ما عندوش فصل ولا عنده وعظة ولا هو بيجري ورا اللي مش عاجباهم الكنيسة دول عشان يرجعهم. تعبير go after يعني ما نستناش العيال تيجي الكنيسة، لازم نطلع لهم بره. مرة خادم لطيف كده في الكنيسة عندنا لقيته بيعمل اجتماعات في بيوت العيال، قلت له انت ليه عملت كده؟ قال لي العيال دي مش هتيجي مدارس الأحد، حاولت معاهم كتير ما بيجوش، بس هم شلل، كل خمسة شلة أصحاب وبيسهروا، فأنا بروح لهم الساعة 10 بالليل، الشلة دي أربعة خمسة سهرانين عند فلان، يقعدوا يضحكوا ويلعبوا كوتشينة وأدخل معاهم ونلعب شوية وبعدين نفتح الإنجيل ربع ساعة. فقابلني على كده، والشلة التانية برضو ثلاثة أربعة أروح لهم في يوم تاني الساعة 12 بالليل، طريقتهم كده. هو فك الفصل لشوية جروبس كده، ملغاش الفصل، بس اللي بيجي في الفصل ثلاثة أربعة من اللي هم إيه؟ يعني قول زي ما تقول احنا هننام مش فارق، بس احنا هنفضل موجودين، يعني مش هم دول اللي المفروض يخاف عليهم. الطريقة دي انه طلع للعيال وبقى يقعد في اجتماعات في البيوت وفي مواعيد غريبة على مزاجهم مش على مزاجه، نجحت. والولاد دول بعد فترة، بعد يمكن سنة واتنين، ابتدوا يعترفوا. He never pushed them، لان الشباب ما ينفعش تفضل تقول له روح اعترف روح اتناول، لو عملها مره عشانك مش هيعملها تاني. لكن لما حبوه قوي وخد وقت طويل قوي قالوا له بعد شويه احنا عارفين انك نفسك نحن نعترف، خدنا بقى نعترف، بس خدت كذا سنه. يبقى يطلع لهم ما يستناهمش، يبقى بلاش نستناهم يجوا، لا نطلع وراهم. وده معناه كمان we have to use the social media in a better way، يعني عندنا فرصة نستخدم كل أدوات السوشيال ميديا بطريقة مفيدة. طالما هم كده كده على الانستجرام وعلى التويتر وعلى التيك توك وعلى، ندخل معاهم ما فيهاش حاجة، المهم نجيبهم لربنا بأي طريقة. فمش هيقعد، مش هينفع نفضل نقول احنا عاوزين نوعظ، يعني مش دي القضية، هو محدش عاوز يسمع وعظة دلوقتي. يبقى لازم يبقى فيه ابتكار وافكار جديده كمان. وبعدين يقول اذا وجدوا بقى، يعني معناها ببساطه when he has found it، انه ما رجعش غيره معاه، ما قبلش غير انه يكسبه. وفي نفس الوقت الخروف قبل الراعي. احنا ساعات يا حبايبي بنطلب
منهم يبقوا كويسين عشان نقبلهم، لا، ده أنا عاوزه هو يقبلني. اتقلبت الموضوع، ومال، أنا عاوزه هو اللي يرضى عني عشان في يوم من الأيام يجي الكنيسة، لكن أنا عاوزه هو يرضيني، لا مش هيرضيني خلاص. فيبقى هنا لازم أركز أنه هو اللي يقبل، هو اللي يحب، هو اللي يعجبه أبونا ويعجبه أخونا ده. فلازم نعمل ويورك هارد عشان نوصل لدير ساتيسفاكشن. لكن مش هينفع احنا نقول لهم الشروط بتاعتنا كده، هم اساسا مش عاوزين، فمفيش شروط هتنفع. ما نيأس، نصلي كتير قوي، نفضل دايما متخيلين او عارفين انه في نعمة في يوم من الايام هتشتغل. افتكروا المبدأ بتاع من له يعطى ويزداد، يعني when you try hard هتشوف ان ربنا مش هيكسفك وهيرجع ولادك، بس انت لازم تشتغل وتركز وتتعب وتفكر وتبتكر وتجري وراهم، تعمل حاجات كتير قوي، وبعد كده هتشوف النتيجة. ربنا لازم مش هيكسف. تعبير ده بقى تعبير خرافي بصراحة، يضع على منكبي. He did not blame him أو زعق له أو ضربه أو قال له أنت وحش أو قال له تعبتني، لا لا، هو من الأول حاطط الريسبونسبيليتي على نفسه. بصوا، يبقى فيه اهتمام، في حب، في احترام، مفيش أي عنف، مفيش أي نقد. والمشوار طويل من ساعة ما خده من الشارع لغاية الحظيرة، هيمشي المشوار. It will take you some time to take any lost sheep from the world to the church. يعني ساعات تبان المشوار قصير، لا هو مشوار طويل. في بعض الناس ممكن تقعد معهم سنين لغاية ما يدخلوا الكنيسة، بس تستاهل، لأن المسيح نزل من السماء للأرض عشان الشخص ده، وتعب أكتر مننا كلنا، احنا بنكمل عمل المسيح، فتستاهل التعب وتستاهل التضحية وتستاهل المشوار. وبعدين عمل حاجة جميلة، خدوا بيته وعمل له حفلة، مش بقى ايه قال له تعبتني دوشتني وراح نام. اولا اخر خطوة الكنيسة، حكاية دخلة البيت دي it wasn't the first step it was the last step. فبعض الشباب ما ينفعش تبقى اول خطوة دخلوا الكنيسة، هو منظره خلاص، هو لسه مش عارف ربنا خالص، خليه يبتدي يحب ربنا الاول، خليه يبتدي يحبك انت كخادم الاول. فين لما يدخل الكنيسة ما تستعجلش مع بعض الحالات في دخول الكنيسة، وبعدين دخله ضمن الانضمام طبيعي، يعني جمع الناس كلها عشان يحس انه هو he belong to this place، انه كل الناس دي معاه وفرحانين به. ودي عندنا ازمة تانية يا جماعة، مرة خادمة جت يعني كانت بتصوت تقريبا بتعيط جامد، بقول لها مالك، قالت لي بقالي سنتين بجري ورا بنت عشان ارجعها الكنيسة، اول ما دخلت الكنيسة طنط من الطنطوات، قالت لها ده منظر تيجي بيه الكنيسة، طلعت من الكنيسة على طول. فطبعا الخادمة كانت بتشد في شعرها، بقالي سنتين بجري وراها ويدوب هتيجي ناوية تعترف وتبتدي على باب الكنيسة، طنط كملت عليه. فهمتوا الفكرة؟ لازم أجهز الكنيسة لاستقبال الناس دول، يعني لازم إحنا كلنا ككونجريجيشن نبقى قابلين ولادنا، نبقى بصين لهم بصة حب، حتى لو كانوا فيهم أخطاء كبيرة، بس دول ولادنا، أغلى ما عندنا، دول مستقبلنا، مستقبل الكنيسة، دول اللي هنتسأل عليهم. فلأنك ممكن تكون أنت بتحب الشباب بس اللي جنبك مش فارق معاه غير أنه يسمع إبطي مثلا، هي مش مزاج، ده خلاص الناس. كمان الجو فرايحي، يعني دخل في جو حس ان حفله، فلما دخل الخروف الضال لقى ان يعني الحكايه اللي حكاها المسيح، لقى افرحوا معايا، فالموضوع مبهج، مش كئيب. الشباب بالذات عاوز الهيصه، عاوز جو لطيف، لكن في جو ساعات يبقى تقيل عليهم، فطبعا مش هيطولوا في الحاجات دي. أحبائي، احنا محتاجين نجري ورا الخروف الضال، احنا السبب كلنا، خدام وكهنة وبيرنز، لازم نصلي كتير، ولازم نفكر، كل واحد يفكر كم واحد يعرفه بعد
طب هنعمل ايه مع اللي بعد دول؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.